للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الأستاذة داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية. أستاذة داليا أهلا بك. أهلا وسهلا. وزير المالية أكد أن قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر تلك المنظومة بلغت حتى نهاية شهر مايو الماضي 6.8 تريليون جنيه. فإلى أي مدى أسهمت هذه الخدمة في دعم وسهولة التعامل، أو أدت هذه الخدمة إلى المصلحة بالنسبة للمواطن وبالنسبة للحكومة أيضا؟ تماما، تعلم أنه هي كانت من اوائل الوزارات اللي عملت على التحول الرقمي والشمول المالي، وهدف وزاره الماليه هو تقليل حدود المعاملات النقديه، ومن خلال عمليه الدفع الالكتروني تم اصدار 4.2 مليون بطاقه للتحكيم بالدوله. كمان تم اصدار ماكينات او توزيع ماكينات اكثر من 17,000 مكنة POS على الجهات الحكومية علشان يتم من خلالها التحصيل الإلكتروني من خلال كافة جهات الدولة. أستاذة داليا، هل هناك بعض الأهداف لتلك المنظومة لم تكتمل حتى الآن؟ يعني هل هناك تطوير أكثر من ذلك، أم يعني تم تطوير المنظومة بشكل كامل؟ والله هي المنظومة ابتدت من سنة 2007 وابتدت تطوير مستمر. احتفظت فينا تعليمات في 2019 ان بطاقات العاملين للدولة هي موجودة بالفعل مع الموظفين، يتم استبدالها بطاقات عالية الجودة وعلى اعلى درجة من التقنية والتكنولوجي، اللي هي البطاقات اللي بتحمل العلامة الوطنية. الأستاذة داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، شكرا جزيلا لك.